بسم الله الرحمن الرحيم. بيان موظفي الشركة العامة للكهرباء بخصوص القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن موظفو جميع الإدارات والتقسيمات المختلفة بالشركة العامة للكهرباء وإدارات محطات الإنتاج، وفي الوقت الذي نسعى فيه لتحسين خدمات الكهرباء بحيث تتم تزويد جميع مناطق ليبيا الحبيبة بالتيار الكهربائي، ورغم التحديات والظروف الصعبة التي نواجهها عمالا وموظفين وإدارات عليا للشركة، وهي التي تقود دفة القيادة لتصل بالشركة إلى بر الأمان. وإننا إذ نستغرب ونستنكر ما صدر عن الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء من قرارات أخيرة متمثلة في تغيير مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وفقا لآلية اختيار غير صحيحة ونزيهة وشفافة، وعليها عدة ملاحظات تتمثل فيما يلي. أولا، آلية التقدم إلى عضوية مجلس الإدارة الجديد لم تكن بالصورة الصحيحة، ولم يتم عنها الإعلان في وسائل الإعلام. ثانيا، لم تكن هناك معايير وشروط لآلية الاختيار مثل سنوات الخبرة والإنجازات المقدمة داخل القطاع أو خارجه والوظائف القيادية. ثالثا، لجنة تقييم المترشحين لعضوية مجلس الإدارة مخالفة للاتفاق الذي تم باجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 1/7/2020، والذي نص على أن عملية اختيار أعضاء مجلس الإدارة الجدد ستتم من الجمعية العمومية وليس من لجنة منفصلة. حضور عميد لأحد البلديات لإحدى اجتماع الجمعية العمومية ومشاركته في التصويت على أعضاء مجلس الإدارة وهو ليس من اختصاصه. اختيار أعضاء مجلس الإدارة الجدد لا يلبي تطوير القطاع، وعملية الاختيار تمت بناء على معايير مناطقية وجهوية قد تؤدي إلى انهيار القطاع. وبناء على ما تم ذكره أعلاه، فإننا نطلب إيقاف اعتماد مجلس الإدارة الجديد والعمل على تشكيل لجنة تسييرية لإدارة القطاع لمدة 6 أشهر كحد أقصى، ومن عضوية كفاءات وخبرات الشركة، وإعادة هيكلة القطاع عن طريق خبرات من كفاءات القطاع ووزارة التخطيط، والاستعانة ببيوت الخبرة العالمية. ونحن إذ نصدر هذا البيان، فإننا نحمل الجمعية العمومية خطورة اعتماد مجلس الإدارة الجديد والتي ستؤدي إلى تدمير القطاع. صدر في طرابلس 21/7/2020 موظفي الشركة العامة للكهرباء.